السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن أجمل وأشهى وجبة أنا أكلتها. كنت في أثيوبيا في شهر مارس من هذا العام عام 2020، وكان آخر زيارة لي لبعض المناطق اللي اتعمل فيها مشاريع المية، وأخذت الطائرة من هذه المنطقة في عفار إلى أثيوبيا إلى أديس أبابا، وحاولت ان انا بقدر الامكان اوفر وجبة العشاء او العشاء في الاوتيل في الليلة. فكنت اكلت وجبة الطعام بتاعتي في الصباح وفي الفندق اللي هو كان حوالي 4 نجوم أو 5 نجوم، لكن كان سعره حوالي 30 أو 40 دولار. فلما وصلت الى اديس ابابا كنت انا يعني اعطوني قطعه من الكيك يعني، وكنت انا ما يعني مش جعان فخليتها معايا. فمرافقي قال لي تريد تتغدى؟ قلت له لا مش هتغدى الى اخره، الطياره الساعه 11 بالليل يعني. فجلست في الغرفه بتاعتي احضر حاجيات السفر لبعد رحله حوالي 25 او 26 يوم، وبدأت أجوع في الساعة 6 أو 7 مساء، ورفضت أن أنا أطلب طعام العشاء لأنه هيكلف مثلا 10 أو 15 أو 20 دولار. وتذكرت هذه القطعة من الكيك وفتحتها وبدأت أكلها كأنك تقول حتة حتة تا 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 تا، كأنك بتأكل طفل من قبلك أو بتزغط ذكر بط. ويمكن أخذ وقتي أن أنا أكل هذه القطعة حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، تمتعت فيها باللي هو الشبع بعد جوع. الشبع بعد جوع بمعنى أن أنا تصورت فيها أن هذا كذا يتمتع الفقراء والمساكين حينما يعطوا كسرة من الخبز، يجعلون ألسنتهم تمضغها إلى حين كي يتمتعوا بمذاق المضغ. وهذا ما كان يعمله الصحابة صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، أنهم أعطوا مخلة أو شنطة من التمر أو البلح، كان كل واحد فيهم اللي هو وجبته في اليوم هي تمرة أو بلح. فتذوقت مذاق الجائع لكي أوفر هذه 20 أو 30 دولار إلى أن انتهت هذه المضغة بهذه القطعة من الكيك حوالي 15 أو 20 دقيقة. طبعا في الأيام العادية كنا بنبلعها في قطمتين. الدرس هنا اللي احنا ممكن نأخذه أننا أستشعر كيف يتذوق المحتاج قطعة الخبز أو كسرة الخبز وهو جائع جائع جائع. طعم المذاق يختلف تماما عن طعم مذاقات أجمل وأشهى ما نشتهيه من الأطعمة. فلذلك كان هذا واضحا في حديث عائشة رضي الله عنها حينما أتتها الأرملة ومعها طفلتين يتيمتين تحمله يمشي معها، وأعطتها 3 تمرات، أعطت تمرة لكل طفلة منهما، ثم بدأت تأكل التمرة لها. ولما رأت وشاهدت حلاوة طعم هذه التمرة في عيني ابنتيها قسمت التمرة بين الطفلتين. فتعجبت عائشة رضي الله عنها، وحينما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم أتى وحكت له هذه الحكاية فقالها الحديث المعروف اتق النار ولو بشق تمر. وكأن هذه التمرة التي قسمتها الأرملة بين طفلتيها هي مفتاح الجنة. فحينما نعطي الفقير لابد أن نستشعر مذاق طعم ما نعطيه له أو لها من كسرات الخبز. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.